زاد الماء عندنا هنا كثافه، كاع الدواوير اللي ما فيهم الماء تيديو لهم غير السيتيرنا، ولاو دابا فيهم الماء اكثر. ما نعرف هذا الشيء علاش، واش طاح هذا الشيء والماء طلع ولا واحد العين تحلات؟ اه العين تحل الحمد لله، تحل غير الساقيه دابا الساقيه خصنا دابا نشوف كيفاش غادي ندير ليه باش ندوزها. حتى العين قالوا بان ما عمرها دازت بالماء، وملي جا الزلزال لا لا الله يرحم، غير زاد شويه ملي كانت الزلزال زادوا الماء، سبحان الله العظيم من عند الله زاد الماء سبحان الله. وشوف انت في الفوق وهاد الجهه وهاد، المهم سبحان الله العظيم داك الشيء راه ما تمجهد والله الا مجهد، وهذا وافد كان الماء كاع ما كاين، ما كاين الماء في الفلواسي في الفوق واحد البلاصه في الوسط، ودابا ولا الماء ولا الماء دابا وتلفيتين وهاد الدوار حلو وحلو. ما قلت لك الماء تبارك الله كاين اخرى فين كاينه؟ وها هو العين، ها هو العين هنا قريب، غير هنا قريب الا بغات تدوز تما تشرب راه ما كاين مشكل، راه الا بغاو يخليوك هادو شكون هادو راه باقي كاين شويه. لا قلت لك لا راه حنا كاع عندنا جوج سواقي دابا تبارك الله زاد الماء تقريبا يعني راه ما كايناش الشتا باش غنقولوا راه تزادت بالشتا. قلت لك هذا الشيء اللي زاد من عند الله الزلزال، يا هذا الزلزال سبحان الله داك الشيء ما عرفناش منين جا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.